يتغلب على الحزم بهدف بصعوبه. يعني انا تابعت المباراه، لان نعم. المباراه لحد الدقيقه 90 لما اعتقد 84 كان 0-0. نعم. فدي مباراه كانت قويه وممتعه جدا. طبعا الباطن قدر يكسب المباراه في اخر دقائق المباراه عنده راس حربه، يعني حتى طريقة الهدف اللي هو أحرزه فيه إصرار، ده اللي نتكلم عنه، لاعب عنده إصرار ما بيأس. يعني في بعض اللعيبة مجرد ما الكرة فقد الكرة بتلقوا، لكن هو الراعد ده بإصرار، حتى حارس المرمى نفسه ما كان يتوقع أنه اللاعب يتعامل مع الكرة بالصورة دي، وقدر يكسب يعني يذهب بعيد لدور الثمانية صراحة. لكن المسار بتاع الشباب طبعا بيكون محفوف بالمخاطر، لأنه هي مساره تاع الباطن الشباب، الشباب والباطن الشباب دول كلهم مسار قوي جدا في اللي هو مسار الهلال والنصر. الهلال النصر مساره اخف نوعا ما. نعم. المباراه الثالثه انتهت قبل لحظات، وانا داري بسبب يعني طبعا دي لانه بيتهمني كثير. انا داري اديك ابارك لك التاهل للاتحاد. الحمد لله اخيرا الاتحاد ممكن في الدقيقه 92 احرز الهدف الثالث وانتهت المباراه 3-2. الحمد لله اخذ نصر كبير للاتحاد، وانا كنت قلق جدا لانه الفتح في الموسمين السابقه تقريبا اخرجوا الاتحاد بكاس الملك يعني. وحتى في تقريبا لحد بدايه الشوط الثاني الفتح كان متقدم، هو لغايه الدقيقه ممكن الاتحاد احرز هدفه الاول في الدقيقه 38، يعني الدقيقه 17 الهدف الاول للفتح، دقيقه 22 الهدف، والدقيقه 38 من ضربه جزاء رومارينو يحرز هدف الاتحاد. انتهى الشوط الاول 2-1، دقيقه 75 هنريكي الهدف الثاني، والدقيقه 92 هدف الثالث وفوز الاتحاد. رومارينيو برضه ولا لا؟ لا ما انا ما ظاهر عندي مين اللي جاب. يا اخي الحمد لله، اول حاجه نبارك لجماهير العميد يعني. نعم. والاتحاد حقيقه يستاهل، انه حقيقه هذا الموسم الاتحاد بيقدم مستويات بدليل انه مصدر دوري الامير محمد بن سلمان الى الان، وبيضم نخبه طبعا كبيره جدا من اللاعبين المميزين اللي هو رومارينيو وكونرادو. رومارينيو هو جايب هدفين حسب كلام المخرج الان معي، وكونرادو هدف واحد. فعلا رومارينيو وكوراد هم العلامه الفارغه الان في الاتحاد يعني. نعم.